هل المواطن ممكن أن يذهب إلى الصيدلية لاقتناء هذا الدواء أم أنه بوصفة طبية، أم أنتم حصرا في المستشفيات تستخدمونه في الحجر الصحي؟ أستاذ نجم، من خلال قناتكم وراح أقولها كلمة هي عامية بس حتى توصل إلى يعني كل مواطن، لأن الموضوع خطر. من الكفر أن يذهب المواطن إلى الصيدلية ويشتري هذه الأدوية ليستعملها لعلاج كورونا، لأن هذه الأدوية خاصة الهيدروكسي كلوروكوين بمضاعفات كبيرة جدا قد تؤدي إلى الوفاة في حال استعمالها بدون استشارة الطبيب. طيب. هناك بعض التحاليل وبعض تخطيط قلب للمريض قبل أن يستعمله خوفا من وجود لديه أمراض سابقة مما يؤدي إلى مضاعفات لا تحمد عقباها، لذلك لا يجوز. وتم تعميم كتاب على الصيدليات بعدم إعطائه إلى المراجعين إلى الصيدليات مباشرة إلا من خلال المؤسسات الصحية.